اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من اكله امي. النهارده مع بعض من خلال السوشيال ميديا وبنتابع فريق السوشيال ميديا قال لك يا شيف مغازي شبعنا لحمه، كنا لحمه كتير وبصراحه انت ما قصرتش معانا، الفته وعملناها، حلويات الخروف وعملناها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل اكله سمك بناء رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا من خلال السوشيال ميديا. والطلب مننا للامانه في بعض الاطفال طالبين مكرونه نجرسكو بالجمبري، هي لها مدرسه كده هنشوف نعملها مع بعض ازاي. والشطاره ان المكرونه ما تشدش منك عشان ما تبقاش مجلده، يبقى الجمبري له شخصيته والمكرونه لها شخصيتها. معانا النهارده سمك الفيليه بتاعنا او الجزل او ممكن نجيب اي نوع سمك نعمله كبسه، بس انا اخترت النهارده سمك القشر البياض. جزل قشر بياض دي بتتباع في اي بتاعه حلقه سمك، انا جبته النهارده معايا. ممكن تشتري كيلو، نص كيلو، 3 كيلو حسب عدد افراد الاسره. نشوف ازاي نعمل الكبسه بالتوابل العربيه، حاجه لطيفه وجميله وكمان الطعم بتاعها بيكون واخد الطعم العربي. الفكره بقى اللي جات لي النهارده الكابوريا المقليه بالسمسم، ازاي نقلي كابوريا ونقزقز كابوريا بالسمسم وتبقى لطيفه وجميله. نقدم معاها كاتشب، نقدم معاها مايونيز، سويت اند صور حسب الرغبه. كابوريا مقليه من الاكلات الجميله اللي الاطفال هيحبوها. دايما الكابوريا لما تكون غطسانه في صلصه او صينيه شكلها يخوف شويه، اما لما تكون مقليه بكفر لطيف وحلو بتبقى بنت عم الجمبري. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي. ما تنسوش طبعا كمان معانا النهارده الفروت سلطه بطريقه جديده هنعمله بالشربات وبعصير الليمون، حاجه جميله عشان نحافظ على لون الفواكه الطبيعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بيها. هنستاذن الاستاذه ريحان في مقادير ازاز كابوريا لو ازازوني ازاز ايه. الله يرحمك الفتى الاسمر الجميل استاذ احمد زكي. حلو، مقادير الكابوريا الماليه على الشاشه. كابوريا، صودا، نشا، ثوم، ملح وفلفل وشمر. المقادير دي كلها مع بعضيها هنعمل خلطه دلوقتي ومعلتين من الدقيق، خلطه قلي الكابوريا. والاول مره تقريبا نعملها على شاشه القناه الاولى مع بعض اهو، وهنقليها بطريقتي ونحط لها سمسم. جيبوا لي السمسم يا شباب. حلو الكلام، السمسم يجيني يا سمسم. تعالوا نعملها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. ادي النشا معانا، وعلى النشا ده يا عم الشيف معلقتين دي. اللهم صل على النبي. خليها هنا كده عينيا. حلو، ونحط على النشا والدقيق الصودا بتاعتنا. يا ويلي، نقلب كده. دي صودا مع دقيق ونشا. كمان شيل دي ورا خلاص، نحط تاني شوية دقيق صغيرين كده. حلو، ونحط البهارات بتاعتنا. شمر ناعم، الشمر ده بيدي نكهة طيبة في المقليات بتاعت السي فود. ثوم ني، بهاراتنا هنا مع بعض كده. جيبوا لي السمسم، بابريكا، كركم، شوية كمون. بابريكا، كركم، شوية كمون عشان نبقوا حافظين. كل دول مع بعض والملح والفلفل. أنا عملت خلطة فولاذية، هناخد دول مع بعض كده ونقلبهم. تاني حطيت إيه يا شيف مع بعض كده؟ معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا. حطيت صودا، صودا قد إيه يا شيف؟ أنت فضيت الإزازة، فضيت نصها ولا ربعها؟ كوباية صودا. حلو، وقلبناهم كده أهو مع البهارات بتاعتنا. دي الخلطه بتاعتنا، شايفاها ده؟ تحس ان هي فايره كده، هو ده اللي انا عايزه. اه، الخلطه دي معانا زي الفل تمام. هناخد الكابوريا ونقطعها مع بعض. اه تمام، نخلي الخلطه دي كده على جنب. حلو قوي. اخبار المكرونه ايه يا مكرونه؟ اهي مكرونه في الميه، شويه زيت، شويه ملح زي ما هي كده. اه، واسيبها تستوي شويه، نص سوا. تعالوا مع بعض نشوف ايه قصه الكابوريا اللي هنعملها النهارده مقليه. هنجيب كسرونه زي دي كده، اتنين اهمت معايا، دول مهمين جدا على فكره. وناخد الكابوريا اللي معانا دي كده ونبص نشوف ايه الكابوريا دي، مليانه ولا فاضيه ولا الراجل ضحك علينا اللي احنا شارينها منه ولا ايه. هنشيل الكفر ده كده
الله. وناخد الكابوريا بالشكل ده كده اهي ونحطها هنا. تاني الكفر ده انا مش عايزه. وناخد الكابوريا دي كده ونحطها هنا. ما تتغسلش. الكابوريا تتغسل وهي ايه سليمه. اوعى تاخدي لحم الكابوريا دي تحطها تحت زي ما هي كده. تبقى غنيه بالفوسفور واليود. اهو. كده انصاص انصاص اهو. تاني اهو. اللهم صل على النبي اهو. الكفر ده بره. نعمل ايه بقى حاجه لطيفه قوي. الكفرات دي نحتفظ بيها. بس لو احتفظت بيها زي ما هي كده هتزفر لك التلاجه وتدعي عليا. تقومي تعملي ايه؟ خليكي شاطره كده تاخديها حطها في شويه ميه مغليين. وبعد ما تحطها في ميه مغليه هتلاقي لونها بقى برتقاني يفتح النفس كده. هتاخديها تصفيها من الميه وتشيليها فين؟ في المطبخ كده في مكان فيه تهويه يعني. دي مبطرخه على فكره. محظوظه يا فاروق والله. كابوريا مبطرخه. حلو؟ وخليها في وقت تاني بقى تعملها مخليه لاولادك. الطريقه اللي انا بقولها دي مهمه جدا على فكره. تاني الكفر بتاع الكابوريا ده المطاعم الكبيره مش بترميه، ده كنز بالنسبه لهم. بيتجاب تتسلق في ميه مغليه. بعد ما تتسلق في ميه مغليه بتلاقي لونها برتقاني. احنا ممكن نحط واحده دلوقتي نشوفها مع بعض اهي مع المكرونه اهي زي الفل، ونحط الثانيه كمان مع المكرونه ما تخافيش. وبعد كده تشيليها تخليها في قلب الثلاجه في وقت من الاوقات زي الفل. تاخدي لحم الكابوريا تاخدي فيليه تحطيه في قلبيها مع جبنه موزاريلا. ايه اللون ده؟ ايه الجمال ده؟ ده انا هحط بقى كتير منت. اهو عجبت المخرج الصوره. اهو اهو شفت اللون بيبقى برتقاني ازاي؟ اهو ساحر يا عم الشيف. اهو الميه فيها لون سبحان الله. هو الفوسفور كده ينور لما ينزل الميه. اه حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. اخبار المكرونه؟ يا سلام، ده المكرونه دي خدت طعم الفوسفور لوحدها. مرزق مرزق. اه هنخليها في قلب الميه كده تمام. وناخد الكابوريا اللي احنا عملناها بالشكل ده كده نروق الدنيا الاول كده، محبش اشتغل في الزحمه دي. ونحط على الكابوريا دي شويه دقيق وعندنا زيت شديد الحراره. حلو الكلام. نحط على الكابوريا دي ايه شويه دقيق. حلوه قوي. ادي الدقيق بتاعنا. الدنيا حلوه معانا كده زي الفل. اه نغرقها دقيق كده. ليه دقيق يا عم الشيف؟ عشان تشيل من الخليط زي الطنبوره كده، زي ما نيجي نعمل الطنبوره بالخضار او جمبري طنبوره او كوسه طنبوره او بتنجان طنبوره اه او سمك فيليه طنبوره. ايه الطنبوره؟ هي إيه الخلطه اللي انا عاملها دلوقتي. بس اخواننا في الصين وفي اليابان بيحطوا عليها طبعا الصوص الحامي جدا اللي احنا كلنا عارفينه، الوسابي صوص. ايه هو الوسابي صوص؟ الفجل الابيض المطحون الناعم ده بيتصنع يبقى هو الوسابي صوص، وده عندنا موجود ممكن نستخدمه طازه. الكابوريا هنا جاهزه زي الفل. هاخد الكابوريا دي يا عم الشيف وعندي زيت شديد الحراره ونروح نتسلى جنب الزيت. طب والسمسم؟ اصبر على رزقك شويه. حلو قوي. وادي السمسم معانا. ونعمل التركية دي مع بعض. يلا اخبار الزيت ايه؟ لا انا اسيبه يسخن شويه، مش هحط انا الكابوريا دي في زيت بارد خالص. اه اساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، عايزين نشوف ايه الخطوه اللي احنا عملنا بها كابوريا ماليه كده تاني. دي مطلوبه. اه كابوريا تبلناها، سوري قطعناها، بعد ما قطعناها رشينا عليها دي بالشكل ده كده خلاها زي ما هي كده. وعندنا السمسم بره وعندنا الخلطه اللي انا عملتها اسمها الخلطه الفولاذيه المغازيه، عباره عن دي ونشا صودا شمر ملح وفلفل وكمون وشويه بابريكا، ما حطيتش بيكربونات خالص ولا بيكنج باودر، وقلبتهم وخليتهم على جنب. والحاجات دي كده انا مستني الزيت يسخن ونروح على الكابوريا الماليه بتاعتنا. اهو ده كابوريا. اول حاجه بنسقطها هنا كده كابوريا ماليه بالسمسم يا عم الشيف. ناخد صحن السمسم ده ونخليه معانا كده في قلب الزيت. اه يلا اللهم صل على النبي. يلا دلع نفسك. اه في قلب السمسم. دلع نفسك في قلب السمسم. دلع نفسك. اه تنزل زي ما هي كده في قلب السمسم. اه حلو قوي. اول مره يا شيف اشوف، انا اعرف الكابوريا دي تتعمل صينيه. هو ده الكابوريا دي تتعمل جريتين سمسم يا ويلي. اه في قلب الزيت. اه في قلب الزيت. اه
في قلب الزيت. كابوريا. نعم عادي، ما عنديش يا شيف مغازي قلايه الزيت اللي عندك ديت، اعمل ايه؟ هتجيبي طاسه تحطي فيها زيت غزير كانك هتحمري طعميه او فلافل يعني. حلو، لازم زيت غزير. عشان برضو اللي عايز يعملها لاولاده النهارده نشيل كل ده من النار ونوسع لنفسنا بقى كده. عندك شويه خضار عايزه تقليه طنبوره بنفس الطريقه، كل ده تقدر انك انت تعمليه وانت واقفه في المطبخ بنفس الخلطه اللي انا شغال بيها. والنظافه مطلوبه منك، اول نصبر على رزقنا شويه يا رجاله والله العظيم هتبقى الحياه زي الفل. حلو الكلام. الترويه دي مطلوبه. مطبخك رايق وانت واقفه كده رايقه، صاحبتك جارتك جايه تعيد عليكي تخش المطبخ تلاقيه رايق وتقول ايه حاجه زي الفل. حماتك فاجئتك وجت تعيد عليكي عشان تديكي المصروف تقول مرات ابني نظيفه في مطبخها وزي الفل، وهكذا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنطلع الكابوريا اللي بتقلي دي كده نهزها هزه كده. يلا هنا يا شباب. الله اكبر، اللهم صل على النبي. الكابوريا بتتنطط في قلب الزيت يا فاروق. حلو، نجهز طبق التقديم. اللهم صل على النبي. المركب دي حلوه، حط فيها شويه خضره، ربنا يخدر ايامنا ان شاء الله بالشكل ده كده. انا احب دايما الطبق يبقى ايه، شكله منور، مش بالاكل، بالديكور او البرزنتيشن بالشكل ده كده. حلو، لسه الكابوريا عايزينها مستويه من جوه. اللهم صل على النبي. ده على فين؟ حب يكون فين ده مخرجنا؟ هات الكابوريا، شيل ده من هنا. كابوريا مقليه، ومقليه بالسمسم، ممكن تستبدل السمسم بحبه البركه. اللهم صل على النبي. يلا بس خلاص، ناخد الطبق ونغرف الكابوريا مع بعض. حلو قوي، واحنا واقفين كده نتسلى. حلقتنا النهارده اسماك، ولكن كالعاده الشيف المغازي بيفاجئنا بالاسماك بتاعته مختلفه تماما. كابوريا بنخاف منها، ولادنا بيخافوا منها، الراجل الطيب ده عملها لنا مقليه النهارده. تمسكي الكابوريا من رجليها وتاكلي اللي في قلبيها بالف هنا وشفا، وانت بتاكلي هتلاقي السمسم يعني اوميجا 3. اللهم صل على النبي. كابوريا ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. يا مسهل الحال يا رب. ادي الكابوريا، شايفين ولونها بقى برتقاني. نعم يا غالي، اي نوع كابوريا، بس يفضل طبعا الكابوريا المليانه عشان نلاقي فيها لحم لما نقزقزها. تعالي، مش عايزه ليه؟ عايزه تروحي فين؟ روحي الزيت تاني. معقوله تزعق علينا منك ليه؟ ناخدها زي ما هي كده. ملاحظين السمسم فين؟ باين في الكابوريا. ده مكانه فين؟ هنا. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عينيا. مكرونه نجريسكو بنت حلال من يومك. النجريسكو، صلى على الحبيب. معانا وقت يا شباب. انا النهارده حبيت النهارده اعمل اسماك بناء على رغبه الساده المشاهدين. احنا بنتابع السوشيال ميديا واحنا مع بعض في اجازه العيد، فلقيت طلبات كتيره على المكرونه النجريسكو بالجمبري. في ناس طالبين المكرونه النجريسكو بالدجاج، والبعض طالب بالجمبري، فانا حبيت عشان بقى العيد ومضينا لحمه بقالنا كام يوم، فحبيت النهارده تكون النهارده النجريسكو بتاعتي بالجمبري. سهله جدا، هي في الفرن، خلطنا الجمبري واستوى على النار، خدنا البشاميل بتاعنا اللي هو الوايت صوص وزودنا عليه كريمه وجبنه، وغطينا البشاميل وغطينا المكرونه بالجمبري ودخلناها الفرن. نيجي للطبق الرئيسي بتاعنا، الكبسه دي الجميله الحلوه. شفنا عملناها مع بعض ازاي، في تركايه في بدايه الكبسه وفي تركايه في نهايه الكبسه. اللي هي في بدايه الكبسه تبلت السمك بمعلقتين من الدقيق والتوابل اللي احنا حبينا، اساسي فيها طبعا البهارات العربيه، وبعد كده معلقتين نص كوبايه من الميه، وخدت السمك ده حمرته في قلب الزيت.
بعد كده خدت نص كميه الزيت، حمرت فيها بصل مع فلفله ملونه او الخضره اللي انت حباها، وبعد كده نزلنا بالرز وقلبناهم مع بعض، وخلينا الرز يستوي تقريبا ثلاث ارباع سوا على وشك ان هو يستوي، وخدنا السمك رصناه بالتفصيل اللي احنا شفناه مع بعض. الكابوريا الماليه ده بقى هنا الكلام، ودي طبعا يعني دي حصري مع الشيف المغازي، انا اول واحد اخترعها في الوطن العربي ما بين الشرق الاوسط كله، بس عشان نبقى واضحين مع بعض. ازاي عملتها يا شيف مغازي؟ الكابوريا بنجيبها لها كذا طريقه ان احنا نقليها، بس انا النهارده قليتها لحضراتكم بطريقه سهله وبسيطه، ممكن على فكره تتقلي بالسميت الناعم اللي هو بتاع البسبوسه، دي موضوع تاني ان شاء الله هنقليها مع بعض بيه. السميت مقرمش كده كانك حطها في بلح الشام من جوه، وحطينا عليها التوم، وحطينا عليها طبعا شويه فليفر من التوابل بتاعتنا البابريكا والكركم، ولكن اساس الصودا بديله للبيكنج باودر. ليه يا شيف مغازي البيكنج باودر وبلاش صودا؟ سوري، صودا وبلاش بيكنج باودر. البيكنج باودر لو حطيته مع الخلطه الجميله في قلب الزيت هتتقطع منك ومش هتمسك في الكابوريا، اما الصودا بتجمع الخليط اللي انا حطيته من النشا مع الدقيق مع التوابل، وفي الاخر بتتغلف بحضراتكم زي ما انتم شايفينها كده، بيطلع فيها الطعم لطيف وجميل. نجرسكو على الشاشة جواه جمبري مخلوطة بالجمبري، وشايفينها طالعة لسه من الفرن بتغلي، وعايز أقول لحضراتكم كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية وكل الناس اللي بتتابعنا، الناس الطيبة واللي بتدعي لنا واللي بتقول لنا كلام حلو، بشكركم. أنا دخلت على السوشيال ميديا وبتابع، أنتوا عارفين أجازة بقى، فبشكر حضراتكم لكل التعليقات وكل الكلام الحلو اللي أنا شفته على السوشيال ميديا، بوجه لكم التحية والشكر إنك تمسكي تليفونك أو تشغلي وقتك وتكتبي كومنت أو تشكرينا، دي حاجة كبيرة عندنا على فكرة. والكلمة الطيبة زي ما دايما بقول كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كل سنة وحضراتكم بخير، وانتظروا منا إن شاء الله المفاجآت بإذن الله مع بداية الأسبوع كالعادة، نتخلص من الدهون والدسامة بتاعة الأكل وبتاعة حلويات العيد، اللي هي مش حلويات العيد اللي هي الحلويات بسبوسة وكنافة، لا، حلويات العيد اللي هي بتاعة الخروف اللي هي الكرشة بقى والممبار والسجق ولحمة الراس والكوارع، الحاجات اللي احنا عارفينها كلها. والنهاردة حبيت أعمل لكم سمك، وكل سنة وحضراتكم بخير. رؤية، فن، إبداع، حتى مع أكلة السمك. كلام ده منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.